الموضوع اللي احنا عملناه ده من شويه مفيد جدا جدا، ان انت لازم تكسر الحته دي في الاول. فبرافو جدا لكل الناس اللي وقفت هنا وكسرتها، لان الهدف منها مش انك تعرف تعمل الفتح، الهدف منها ان انت تقف قدام عدد موجود من غير ما تتكسر. مش مهم عندي انت عملت الفتحه كيوت ولا عملت الفتحه حلوه ولا عملت الشجره ازاي، مش ده الهدف. الهدف ان انت يا دعاء وقفت قدام مثلا 30 واحد وما اتكسرتيش وقلت هو ده انا عايزه. وهي دي الاهم حاجه في بدايه الممثل، انه لازم ما يتكسفش، ما يتوترش، ما يستناش الناس هتتريق عليا او هيبقى منظري ايه لو واحد شكله انا بعمل خروف يعني فاهم. ما دام وافقتي على مهنه التمثيل يبقى ما تفكريش نفسك كل حاجه. اوكي كده ايه نمره واحد. طيب تعالى نعمل مع بعض حاجه لطيفه جدا. اسمك ايه؟ مريم. تعالي مريم. بصي يا مريم، هاتي التنظيم، انت معاكي شنطه مثلا مفتاح او حاجه؟ هاتي تمام. بصي بقى يا مريم، نركز مع بعض كلنا شويه. في مفتاح شقه فيهم؟ اي واحد؟ لا 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 أكتر حد في البيت عندك لا 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 ربنا يحفظ ماما ويخليها لي. تعالي نتخيل دلوقتي يا مريم ان ماما في الاوضه اللي جوه دي الباب مقفول عليها بالمفتاح، حاولنا اكتر من مره ان احنا نكسر الباب مش عارفين، والباب مقفول بالمفتاح وماما جوه الحريقه ولعه، والحريقه بدات تمسك في الستاره وفي العفش، والحريقه خلاص فاضل لها تقريبا فاضل لها 30 40 ثانيه والنار هتمسك فيها، يعني الارض كلها نار وهي واقفه في كورنر، فاضل 30 40 ثانيه بالكثير قوي ان النار هتمسك فيها وماما مش هتشوفها تاني. فانت دلوقتي المفتاح بتاع الاوضه دي ضايع. حضرتك هتخرجي بره دلوقتي وانا المفتاح ده هخليه مستخبي في الاوضه دي. في الاوضه دي يعني من الحته دي كده لحد البتاع الزرقاء دي، الحيطه دي والمنطقه دي كده كلها. ايا كان هنا فين بقى؟ فالمفتاح ده او المفاتيح دي هي هنا في الاوضه، فين ما نعرفش. حضرتك هتطلعي بره وانا لما ابقى جاهز هناديكي اقول لك يا مريم تعالي، المطلوب منك ان انت تتخيلي بالظبط وكانك جوه المشهد بجد، انت ماما جوه في الاوضه النار ماسكه فيها وقاعده بتصوت سامعه صوتها وسامعه النار وشامه الريحه والدخان طالع من تحت عفش الباب، وانت عندك 30 ثانيه تطلعي المفتاح بسرعه عشان لو ما لحقتيش تفتحي الباب ماما كلنا هنحلق العاده بتاعها على القطار. اتفقنا؟ لما ناديكي تيجي على طول في الحاله ان انت داخله عايزه تحقي مامتك، فعلى حسب ادائك يا تحقي مامتك ما تلحقهاش. فوريني ازاي انت بتحبي مامتك. احنا لسه هنقعد. وريني قد ايه انت بتحبي مامتك في انك تلحقي مامتك بسرعه. اوكي؟ اطلعي بره وهنبقى. ما ينفعوش تسيبوا مع امي خالص. بس مهمة جدا ان احنا نراقبها ما حدش يكلمها. مريم مريم الحقي مريم. امي امي ثلاثين تسعة وعشرين ثمانية وعشرين متأكد ان المفتاح موجود؟ 24 23 24 22
21 20 19 18 17 16 15 ماما بتولع 14 مش معقولة 13 12 11 مريم احنا قلنا لحد الحته الزرقاء من بعديها مفيش حاجه 12 11 طب صوتي هو 10 9 8 7 ماما بتولع جوه ماما خلينا متفقين ان لو في الحقيقه احنا دلوقتي بنتمرن انك تتخيلي بجد لو فعلا بجد ماما في الاوضه اللي جوه والدنيا بتولع بيها انت اكيد تصرفك هيبقى اقوى من كده بكتير ومش هتبقي ماشيه بقاع مطير وزعيم شعر صح؟ ده دي نمره واحد بس انا هتكلم معاكي اكتر على اللي انا عايز اوصل له بعد اللي هنعمله دلوقتي انت هتخرجي بره كده هتخرجي بره كده وانت النهارده خلاص انت عرفت ان المفتاح هنا اهو انا بحطه قدامك اهو المفتاح اهو انت عارفه ان المفتاح هنا مطلوب منك ان انت تخشي خلال 30 ثانيه ان انت تعملي نفس الاداء بالظبط ان انت متوتره وخايفه على مامتك اللي بتولع جوه وبتدوري كل حته ومتوتره والهدف ان انت تلاقي المفتاح بس انا المره دي قلت المفتاح والمفتاح اهو زي ما قلت اوكي تخرجي بره هتعدي 10 ثواني وتخشي تعملي نفس اللي انت عملتيه اوكي يلا يا مريم ماما 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 تعالي عايز اسمع منكم ايه الفرق ما بين مشهد واحد اللي مريم عملته اللي كانت بتدور على المفتاح ما لقيتوش وايه الفرق ما بين مشهد اثنين اللي عملته وهي عارفه المفتاح فين؟ عايز اسمع منكم ايه الفرق ما بين مشهد واحد ومشهد اثنين؟ اتفضل. الاولاني كان تلقائي والثاني كان بزياده. اوكي اتفضل. هو في نوعين من الاشخاص، في شخص بيبقى متوتر بزياده فبيبقى التوتر باين عليه او علامات التوتر هي اللي بتبقى سابقه كل تحركاته فبيبقى بالنسبه له التوتر هو اللي مؤثر عليه ومؤثر على التحركات بتاعته تمام وبالتالي كمان هو داخل هو مش فاهم هو ايه اللي مطلوب منه او دماغه بتبقى شغاله في ناحيتين ناحيه انا عايز الحق امي تمام او ان انا فعلا في حد وفي مصيبه كبيره انا عايز الحقها والناحيه الثانيه انا عندي هدف انا عايز الحق اوصله ان انا الحق اجيب حاجه والمشهد الثاني ان هو انا عارف انا حاطط الحاجه فين بس انا محتاج ان انا اجري بسرعه علشان اجيب الحاجه دي عشان الحق اخلص او اخلص من المشكله اللي انا واقع فيها. نعم.
الاولاني كانت مفتكرها بس والثاني كان بتاع صوت ماما كانت بتقول هي كل تفكيرها ان هي ده مفتاح مش تفكيرها في ان هي تعمل اداه تنسيق لما عرفت مكان المفتاح دخلت بعد كده بدات بقى تشتغل اللي هو ايه تعمل اداه على نفسها بعد كده تروح تجيب له مفتاح تفتح مامتها اللي تبقى هو الاولاني كان هدفها المفتاح بس خالص الثاني كان هدفها ماما اوكي لا مين تاني عايز يقول حاجه ايه الفرق بين الاول والثاني رايك اذا مين بس هو أول مشهد كان جامد كده شوية بارد لكن التاني لا حسينا فعلا إن ده حقيقي أثر فينا يعني حسينا إن فعلا عندها مشكلة واللي هي بتعمله أثر حقيقي مش فيك زي أول مشهد مين عايز يقول حاجه ثانيه؟ اتفضل. هو بالاضافه للكلام اللي هم الزملاء قالوه يعني ان هي في الاول حتى وهي بتدور كان في ابتسام ما كانش في علامه الخوف ما كانش في تعبير الخوف عليها ان هي في بلوى بتحصل فهي عايزه تعمل الكلام ده كله. في المشهد الثاني هي بدات الملامح تبان عليها ان بدا التوتر يبان على وشها مش بس مجرد انها بتنهج او كده لا تعبير الوش بقى مصاحب برضو طبعا بالتعبير الصوتي اللي هو انها صوتت يعني كده بس انا عايز اقول ان انا تاني مره انا كنت بجد متوتره بجد عشان عشت يعني دخلت في المود اكتر اول مره كنت حاجه اتطلبت ف لا تاني مره اكيد حد عايز يقول حاجه ثانيه طيب خليني اقول لكم على حاجه يا جماعه بغض النظر عن كل الكلام اللي اتقال وارد ان يكون صح وارد ان يكون غلط بس خليني اقول لكم ايه المقصود من الموضوع بغض النظر يعني اللي انا هقوله ده بغض النظر الاداء بتاع مريم في اول مره كان صح ولا غلط احنا كلنا في النهايه بنتمرن واكيد محدش فينا بيرفكت او مفيش حد هيعمله فظيع لان احنا لسه بنتمرن اوكي ف ايه الفرق بين المشهد الاولاني والمشهد الثاني الفرق ان المشهد الاولاني مريم ما كانتش تعرف فين المفتاح بجد صح فكانت تلقائيه لانها كانت فعلا بجد بتدور صح فبالتالي كان في جزء كبير جدا من التلقائيه والمصداقيه ان هي فعلا بتدور لانها ما تعرفش بجد مشهد اثنين لما دخلت هي عارفه المفتاح فين فايه اللي حصل بقى هي مثلت فكان بالنسبه لي مش حقيقي دخلت ماما بتاع وراحت جاريه بسرعه على هنا راحت خدت المفتاح وجريت على الاوضه طب ما هو انا كمتفرج ايه ده اقول ايه ده الممثله دي دخلت هي اصلا اوريدي بتدور على ايه هي عارفه المفتاح فين المخرج قال لها اصلا بصي يا مريم خلي بالك المفتاح هنا فانت لما تخش تدوري فهي اول ما دخلت راحت جايبه المفتاح وراحت فاتحه والمشهد خلص مشهد باظ تركيزها كان على حاجه واحده بس زي ده بتاع خد الورا من ورا كان بالظبط فايه اللي انا عايز اقوله يا جماعه التمثيل ان لا تمثل التمثيل أن لا تمثل يعني إيه التمثيل أن لا تمثل؟ يعني هديكوا إكزامبل أنا دلوقتي ساعتين أشتغل ممثل فرحت فجيت للأستاذ مخرج أو الأستاذة مخرجة قال لي بص بقى ساعتين أنت المفروض إن المشهد دلوقتي اللي إحنا هنصوره مامتك جوه بتولع والأوضة كلها ولعة وأنت مش شايل المفتاح فالمفروض إن أنت هتتشقلب الحتة دي وهتنط وهتقع من فوق الترابيزة وانت بالباص هتقع تتكسر وانت بتطلع في المدرج هتطلع منها الكتب والحاجات هتقعد ترميها وهتقعد تدور 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 لحد ما بالصدفة وانت ماشي خبطت البتاعة دي المفتاح وقع لقيت المفتاح هتجري تلحق امك بسرعة كل ده وانا بعمل مونتاج متوازي باخد لقطة على منطق والنار خلاص مقربة عليها وهي بتصور والدخان طالع من الشباك والدخان طالع من تحت على الباب وانت بتجري وبتزعق ده المشهد طيب انا دلوقتي كسعداني المخرجه شرحت لي ايه اللي هيحصل انا كسعداني وانا بشتغل انا وانا بعمل الاحساس ده هل انا عارف المفتاح فين ولا لا عارفه ليه لازم اعرفه لان انا لو ما عرفتوش هصير ازاي لو انا ما عرفتوش هفضل ادور ساعه ونص والكاميرا بتجري معايا ساعه ونص يكون الفيلم خلص خالص هو الفيلم ساعه ونص اللي انا حكيته ده مدته في على شاشه السينما لا تتعدى ال 30 ثانيه 40 ثانيه بالكثير قوي لو مشهد طويل شويه 50 دقيقه انا بقى هقعد المخرج بقى يقعد يستناني لحد ما انا ادور بجد على المفتاح وممكن انا ابقى غبي وما الاقيهوش اصلا يعني عادي يعني صح فمفيش حاجه اسمها لازم المخرج او المخرجه تقول لي المفتاح فين انا بقى كممثل مش كبني ادم انا كممثل في حاجه اسمها اللاوعي ان انا اخد منك المعلومه وارميها في اللاوعي وانساها يعني ايه يعني انا دلوقتي بعمل مشهد والبنت اللي انا بحبها ومصفقه لها هي هتيجي تقول لي دلوقتي ان هي بتحبني
طب ما انا قاري المشهد وعارف انها اكيد تقول لي انها بتحبني، بس المشهد المفروض ان انا اتفاجئ واتخض واتكسف وشي احمر لو انا داخل وعارف انها هتقول لي كده، مش هعرف اعمل الاداء. انما انا لازم في المشهد انا عارف انها هتقول لي وان انا هتكسف، بس انا عامل نفسي ان انا ما اعرفش، مش عامل نفسي انا تنسيت هتفاجئ. ولذلك التمثيل الا تمثل، ما تمثلش غدا ماما انا متوتر. لا انت توتر بجد وخاف بجد وتخيل المشهد بجد واعمل المشهد وكانك فعلا ما تعرفش المفتاح. انا مثلا شخصيه لو انا في الموقف ده وداخل ادور على المفتاح اقسم بالله هتلاقيني قمت جاي من عند فوق رانيا كده وقمت دايس عليها سوري يعني، وقمت ناطط واقع في الارض وقمت عامل لكم كده، وممكن وانا بدور اقوم زقك، وممكن اقوم فاتح شنطتك واخدها يعني. بدي امثله يعني هتلاقي الموضوع انا هم بيكونوا جوه. انت متخيله لو الموقف ده بجد يا مريم بجد هتعملي ايه؟ هتنفخ الدنيا صح؟ ده اللي انا اقصده، ان انا اتخيل الموقف الحقيقي بجد عشان اعرف اعمله. نمره اتنين، لو انا بقى بمثله في السينما انا لازم اتناسى وارمي ده في اللاوعي عشان اصدقه. ليه في ممثل بصدقه وممثل ما بصدقوش؟ عشان اللي انا قلته لكم ده، ان في ممثل بياخد المعلومه ويرميها في اللاوعي وبيخش يعملها، فانت بتحسي ان الموضوع ده حصل بجد، ده انا كنت بجد بعيط معاه وكأن فعلا بتأثر وكأن فعلا مراته ماتت. طبيعي جدا يعني مثلا اتفرج على فتحي عبد الوهاب ممثل عظيم مثلا اللي هو انت احمد زكي امثله كتير يعني. تيجي واحد تاني ايا كان هو مين تلاقي مثلا بيحكي مشهد مؤثر جدا وبتاع وبيعيط وعامل كده وحاطط قطره او بيعيط وانت لو عادي يعني ما انا بسميش ليه بقى؟ هو ده اللي انا بقوله، انا كبسي قال لك بس هتفهم حاجه طيب تعالوا نلعب مع بعض لعبة مفيدة جدا وزي ما انتوا عارفين في النهاية بنعرف ايه ال طيب تعالى تسلم معايا كده؟ تعالى تعالى وفي شخصية ثالثة بقى تمام يا ريس، ده هو بيحاول يحسسه بقى ان هو ده انا اللي مذاكر ده انا اللي فيهم تمام عشان ما يطلعوش ورده بقى. لا ده صايع، ده موضوع تاني. لو بقى انا معاك انا جاهز ده صايع، ده صايع، ده موضوع تاني. انما ايه اللي هو ايه في طاقة بتخرج من جسم البني ادم، الطاقة دي احنا ما بنشوفهاش بعينينا، بتوصل للاشياء وبتوصل للبني ادمين. هديكوا اكزامبل، كلنا مرينا بالظروف دي. مش ساعات مثلا انا قاعد كده فجاه كده جت في دماغي رانيا، اقوم مكلم رانيا تقول لي ده انا لسه دلوقتي، ده انا لسه دلوقتي كنت ده انا اصلا انا واقفه في الطريق والكاوتش بتاعي نام والموبايل بتاعي قطع ومش عارفه ان انا اكلمك، وكنت عمال اقول يا رب
طب انا عرفت ايه اللي خلاني دلوقتي اتكلم رميم؟ رميم؟ نعم؟ رميم؟ لا مش رميم. الموضوع ده ايه؟ دي حاجه اسمها علم الطاقه. ان من كتر ما رانيا قاعده بتفكر في سعداني الطاقه دي طلعت اتحركت جد. تعالى هاتوا امثله ثانيه عشان تفهموها. انا قاعد في كافيه وفي بنوته قاعده حلوه اسمها مريم هناك اهي قاعده في الكافيه قاعده قدام انا ما اعرفهاش. فانا بصص لها معجب بيها جدا ومريم قاعده عادي مشغوله بكلام في الجماعه ايا كان. فانا قاعد مركز معاها جدا ومريم منشغله بايا كان الحاجه. مريم فجاه حست انها عايزه تبص كده فبصت لي فانا كسفت وابتديت لوشي. بيحصل لنا كلنا بالذات البنات بيحصل ولا لا؟ ايه اللي حصل بقى يا دعاء؟ لما انت كنت سرحانه كده وبعد كده فجاه بصيتي لواحد لقيتي واحد مركز قوي وعينيه فيها اعجاب وراح داير وشه. ايه اللي حصل؟ ايوه اللي حصل بغض النظر ايوه فاهم. الخطفه دي بقى جت ازاي؟ ان في طاقه خرجت من عندي انا كسعداني ان انا معجب جدا. فالطاقه دي خرجت وصلت ادني اشاره بالظبط. الاشاره دي بقى جت لك في حاله من الاثنين، يا اما انت ذهنك فاضي تماما او خالي تماما وما بتفكريش في حاجه في اللحظه دي، او يا اما انت منشغله بحاجه جدا سرحانه فيها جدا فالاشارات دي خبطت في بعض عملت شراره في فوال. فاهم قصدي؟ فده نوع من الاثنين. مثال ثالث، تلاقي واحد داخل متنرفز جدا كده كلنا كنا عاملين كده، تلاقي واحد داخل متنرفز جدا وبتاكل طاقه سلبيه. فالطاقه دي علم والطاقه دي بتمشي في الجو. احنا بلس بقى كمان كتير جدا جدا مثلا ايه على سبيل المثال تلاقي واحده عيد ميلادها وجاي لها في عيد ميلادها الموبايل اللي كانت بتحلم بيه بنفس اللون بنفس كل حاجه. صح؟ بتحصل صح؟ ليه؟ من كتر ما انت قاعده عماله بتفكري على الموبايل وتحلمي في الموبايل وتتخيلي في الموبايل ال 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 الموضوع ده بيترجم الحقيقه. ده في كتاب اسمه ذا سيكريت وفي فيديو اسمه ذا سيكريت وفي كتب كتيره بتتكلم عن علم الطاقه. دي حاجات بجد قانون الجذب بالظبط. وانا عندي من القصص ممكن اقعد احكي لكم منها حقيقيه ممكن تخلي يعني الناس تقول يعني اكيد ده مش بجد، بس والله انا عندي حاجات حقيقيه بتحصل معايا انا شخصيا ممكن احكيها لكم تخليكم تستغربوا، بس مفيش وقت ان احنا نحكي كل ده. المهم ان المعلومه ايه؟ وصلت. ففي النهايه الطاقه دي زي ما هي مفيده جدا ان انا استخدمها لصالحي زي ما هي برضو مضره انها تستخدم ضدها. زي ما انا نقيت كل واحد فيكم هيموت، زي ما انت هتموتي من اول اللحظه وانا عارف وسايبك بس بخليكي على نار هاديه. انا جاي عشان هي بقى لها كام يوم نفخي والله استنى بره تمام. اني واي يعني انا بس عايز اوصل لكم بس المعلومه دي. طيب هعمل ايه بقى؟ مين اللي طلع كده بس قاعدين مع بعض في الملاهي في الجنينه في كافيه واحنا اصحاب ومبسوطين وقررنا ان ياسين هتاخدنا صوره. فانا عايزكم تعملوا شكل مع بعض دلوقتي وكانكم بتتصوروا صوره ايا كان الشكل بس اعملوا فيكس يعني شكل هنعمله اثبات وعلاج. وياسمين المفروض انها تصور. اوكي تعالي ياسمين اوكي بس بصي بس كده لحد ما اقول بصي كده لحد ما اقول اعملوا صوره يعني مثلا كده مثلا مثلا يعني تمام حلو قوي. طيب اثبتوا بقى حلو. اهم حاجه ما حدش من اللي ورا يتكلم وما حدش هنا يتكلم او لما اكلمه او اقول له على حاجه او اوجهه على حاجه ما نعملش صوت عشان ما يسمعش. ياسمين بصي انا عايزك تحفظي الشكل ده ياسمين احفظيه بكل تفاصيله وكل طلباته وبابا غنيه بحيث ان انا لو طلبت منك ترجعي لي الشكل ده تاني ترجعه. خلاص قدامك 20 ثانيه او 30 ثانيه على حسب انا بقى اللي ورا لا اللي ورا لا اللي ورا انت اوكي هنبص الناحيه الثانيه زي ما انت عامله ماشي
بصوا بقى اللي هي هتقول لنا عليه هنفذه، بمعنى يعني مثلا جت قالت لك اكس اقعدي اقعدي، هي ما قالتلكيش تقعدي تعملي كده ولا تعملي كده ولا تعملي كده، اللي هي بتقول لك عليه تنفيذي ما تساعدهاش، اللي بتقول لك اعملي. يعني مثلا لو انت عامله كده قالت لك اقعدي اعملي كده اعملي كده، البنات مفروض شاطرين في ال تركزت في التفاصيل وسبت ايه مش عارف تعمل لها مشكله، خليك انت في الاخر مش عارف هو فين لك على انت بتسم وانت قافل بقك انت بتعمل انت بتبقى فين لكن اوكي تعالى اوكي بقى هنا يا ياسمين بصوا لهم بصوا تاني كل واحد فيكم عنده حاجه غلط، يعني مثلا عندك حاجه غلط ايوه بالظبط ماشي عندك حاجه غلط النظاره حطيها وتقولي لا حطيها هي حط النظاره الاول حط النظاره الاول ده مكانك ايوه وطلعي بقى اول حاجه السلسله دي ما كانتش باينه السلسله يعني الشارب ده كان معمول ايوه الله ينور عليك تمام عندك 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 حاجه غلط في كل صح بتاعك تحت ده عندك حاجه ثانيه غلط ايوه مربع ثلاثه صح ايوه الحمد بتاع الدكتور ايوه هنفهم احنا بس انت بقى يا باشا عندك ايه غلط ده بقى اسمه الله ينور عليك ده صح ده مثال حلو اه هو عارف كل اللي عنده حاضر معاك يلا انا انت في ايه؟ بس طب احنا دلوقتي هنطور فيها هعمل نفس اللي احنا عايزينه هديك نفس الشيء هعمل شوف الدرس مع بعض ولا مع بعض اقول لك في البنت خلصان شكرا يلا طول ركز يا باشا كل حاجه الحق تتفرج وتبص وتعاين كل حركه وكل حاجه وتعيش عادي Thank you.
وين دي كانت في جيم؟ وين دي كانت في جيم؟ انا واحد مثلا اذا كان بيعتقوك مش هم رقم ثلاثة في الباب فين يا جماعة؟ في باب تمام؟ جولد ومش جولد لا ما تخافش انا مركز معاك لحد ما تغلط اقول لك الذاكرة. ايه فايدة الذاكرة في الكهربائية؟
ذكرت الفوتوغرافية دي من أهم الحاجات المفيدة جدا ليا كبني آدم يعني كممثل. إزاي بقى؟ تعال ناخد أمثلة. طيب أنا مثلا على سبيل المثال مطلوب مني إن أنا أعمل دور واحد مجنون. هل مثلا حضرتك كنت مجنونة قبل كده؟ هل مثلا حضرتك كنت مجنونة؟ لا مش مجنون. طب أعمل بقى المجنون ده منين؟ أنت قدامك حل من الاثنين. يا اما تستخدم الذاكره الفوتوغرافيه بتاعتك او الخبره الحياتيه بتاعتك اللي هي ليها علاقه بالذاكره الفوتوغرافيه، او يا اما انك هتعمل حاجه نمطيه اتعملت قبل كده مليون مره وهيبقى زيك زي اي حد عدى عمل مجنون تقليدي حاجات الهبل دي خلاص خلاص عليك. في واحد يعمل دور تمبل وفي واحد يعمل دور عادي. لو كلنا بنتفرج على الافلام العالميه او لو في الافلام الاجنبيه يعني في ممثل اسمه انطوني هوبكنز. أنتوني هوبكنز كان عامل فيلم اسمه أنيما أو اسمه سايلنس أوف ذا لامبس. لو حد بيتابع أفلام إنجلش يعني كان عامل دور واحد مجنون. ولو لو أنت بصيت عليه هو في منتهى العقل راجل محترم جدا وراجل هادي جدا وسمايلي فيسز، إنما تبص في عينيه مجنون. إزاي قدرة الممثل إن هو يخليك تبص في عينيه تعرف إن ده مجنون؟ هو ده الإبهار، هو ده التمثيل. طيب أنا بقى دلوقتي عايز أعمل دور واحد بالموت وانا استهني ليه بقى الذاكره الفوتوغرافيه بتاعتي. اديك شويه امثله كده. انا مثلا كسعدان بحب المجانين جدا بجد، تمام؟ بحب اعرف عنهم وقصصهم وبجانب ليه وبحب اقرا قوي في الحاجات دي. فانا في مره والحاجات الاولى دي بجد حقيقيه والله، في مره كنت هنا في الجيله وعزت ده يعني من سكان المنطقه هنا، ف وانا واقف انا وبتكلم مع ناس صحابي فبطلع سيجاره واشربها بلاقي واحد دخل كده بالظبط. هو من الاول وهو جاي هو شكله مجنون طبعا بشكله ودقنه وشعره وعينيه حافي الكلام ده كله. راح دخل انا بصيت له كده قلت له اديله سيجاره راح مولعها وراح ماشي. انا بصيت صحابي وماشي وراه. فضلت ماشي وراه بنروح يدينا ابو العز هنا والله لحد ما نادي التحليل. ماشي وراه اشوفه بقى المجنون ده بيعمل ايه؟ ليه؟ لان ده شغلي. فبدأ بقى هل المجنون ده وهو ماشي رجليه نظيفه؟ لا هو ماشي حافي في الشارع. فرجليه عامله ازاي؟ طبعا سودة جدا متوسخه جدا وهو ماشي في الشارع. نمره اتنين هل كعبه او رجله زي اي حد فينا كده قاعد في بيته وبيمشي على سجاده وبتاع ولا مشقق على الاخر؟ طيب هل مثلا تديه ضوافره مقصوصه ولو هي بنت عامله بديكير ومانيكير ولا كل حاجه مثلا؟ هل دقنه متظبطه ومتحدفه ولا دقن اشعث يعني دقن اللي هو ناقص يكون فيها حشرات؟ شعره طويل ولا عامل قص الكابوريا يعني؟ لبسه عامل ازاي؟ هل لبسه معدول ولا لبسه مقطع؟ خلي بالك ممكن يبقى مجنون وقاعد على كوبري بيرسم ولابس لبس كويس بس هو مجنون. في ناس مشاهيره على فكره معروفين هنا عندنا اقول لك بيقعد هنا وبيقعد هنا انا عارفهم كلهم قعدت معاهم. بيقعد على الكوبري بيرسم مجنون بقى له 20 سنه قاعد على الكوبري وشكله محترم بس مجنون. تمام؟ فالتفاصيل دي انت هتفتكرها منين لو الذاكره الفوتوغرافيه بتاعتك مش شغاله؟ فانا لازم انمي دايما عندي الذاكره الفوتوغرافيه. ليه؟ لان انا كممثل لازم الاجنده بتاعتي تبقى معايا، سواء الاجنده دي في جيبي او الاجنده دي في دماغي. انا جاي اعمل واحد مجنون، هفتكر لما زمان وانا في محي الدين شفت واحد مجنون ومشيت وراه كان بيتكلم ازاي؟ وكان بيشرب السيجاره ازاي؟ وكان ماشي في الشارع ازاي؟ وكان لابس ايه؟ وايديه كانت عامله ازاي؟ هل مجنون ولبسه مبهدل بس ايديه شكلها نظيف؟ ولا ايديه متوسخه؟ التفاصيل دي هي اللي بتفرق، تمام؟ هحكي لكم حاجه ثانيه. مره كنت فاكر مسرحيه وكنا يوم الجنرال، يوم الجنرال ده يعني بكره العرض اخر بروف، تمام؟ واحنا بنعمل المسرحيه وانا كنت المخرج فقعد تحت، فواحده ست محترمه جدا شيك جدا لابسه شيبه ولابسه قميص ومعاها شنطه واكسسوارز وشكلها محترم جدا وفي سن مثلا ال 40 كده. لا واحده كبيره ولا واحده عيله صغيره، سن 40 شابه جدا، تمام؟ دخلت راح طلع المسرح مساء الخير وراح طلع على الستيج وفجاه لقيتها بتعمل ايه عماله تعمل كده والله ما بهزر. وفجاه قعدت تشتم في وزير الثقافه اللي هو كان ساعتها يعني ايام كان فاروق حسني وقعد عماله تشتم فيه وانا مش هسيبك وابتدت تنفس جدا وعينيها بدات تدمع وبعد كده قالت شكرا وراحت نازله من الستيج ومشيت. طبعا انا الامن جه قال لي اخرجها قلت له لا لا سيبها دي احلى من المسرحيه. فجه لي الاستاذ مخرج او الاستاذه المخرجه قال لي بص بقى يا سعدان انت المفروض ان المشهد دلوقتي اللي احنا مصوره منطقه كوبيا ولع والاوضه كلها ولعه وانت مش لاقي المفتاح فالمفروض ان انت
تشقلب الحته دي وهتنط وهتقع من فوق الترابيزه، وانت بالباظه هتقع تتكسر، وانت بتطلع في الادراك هتطلع منها الكتب والحاجات هتقعد ترميها، وهتقعد تدور 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 لحد ما بالصدفه وانت ماشي خبطت البتاع دي المفتاح وقع، لقيت المفتاح، هتجري تلحق امك بسرعه. كل ده وانا بعمل مونتاج متوازي، باخد لقطه على مرتك والنار خلاص مقربه عليها وهي بتصور، والدخان طالع من الشباك، والدخان طالع من تحت على الباب، وانت بتجري وبتزعق. ده المشهد. طيب انا دلوقتي كسعداني، المخرجه شرحت لي ايه اللي هيحصل. انا كسعداني وانا بشتغل، انا وانا بعمل الاحساس ده، هل انا عارف المفتاح فين ولا لا؟ عارفه، لان لازم اعرفه، لان انا لو ما عرفتوش همثله ازاي؟ لو انا ما عرفتوش هفضل ادور ساعه ونص والكاميرا بتجري معايا ساعه ونص، يكون الفيلم خلص خالص. هو الفيلم ساعه ونص اللي انا حكيته ده مدته في على شاشه السينما لا تتعدى ال 30 ثانيه 40 ثانيه بالكثير قوي، لو مشهد طويل شويه 50 دقيقه. صح؟ تلاقي على طول انا طبعا على اخي تقول ايه مثلا ايه لو انا مثلا طبعا انا بقعد ورا طبعا الناس اللي هم الصيع اكيد لو بتعمل كده ورا صح؟ او هتلاقيني عامل كده وبقول ايه بقى؟ يا رب ما يختارني. الدنيا بتندع، فانا كنت قاعد بكتب فيلم والمشهد اللي انا بكتبه مشهد رومانسي جدا، تمام؟ وفي موسيقى انا بعشقها لفيلم اسمه توب جان. فيلم اسمه توب جان بتاع توم كروز، الاغنيه اسمها تيك ماي بريث اواي، دي اغنيه انا بحبها قوي. الموسيقى بتاعتها مشهوره جدا، ممكن لو بندمتها دلوقتي تبقوا عارفينها. anyway الموسيقى دي انا بحبها جدا، والكافيه ده عارفيني كويس وعارفين ان انا بحب الموسيقى دي قوي، فكانوا دايما يشغلوها لي. فانا بالصدفه وانا قاعد بكتب الرومانسي ده، المشهد الرومانسي سوري، الموسيقى دي اشتغلت، فانا الدنيا وقتها والواحد هو بيكتب كده فاهم، قاعد بشرب قهوه بتاع، فالموضوع عالي معايا قوي، فابتديت اكتب جدا وابتديت اسرح وابص على الازاز والمطره نازله والنقط دي نازله كده اهو، وابتديت ابص على المنظر بره، الشارع غرقان ميه خفيفه كده والشكل بتاعه حلو والناس شكلها لطيف فجاه والناس وهي معديه شكلها نظيف كده والمطره نازله والجو كان حلو، والباب لما بيتفتح وحد يخش الكافيه بيدخل هوا كده عليا، تمام؟ الباب يتقفل الهوا يروح، وبعد كده وانا قاعد باصص بره سرحان مع الموسيقى وهي شغاله، شفت بنت معديه زي القمر، هي باصه عليا بس هي مش شايفاني، يعني هي باصه عليا عشان انا قاعد في الازاز اللي جوه ما بين، هي ماشيه عادي بس انا ما بيني وما بين نفسي ان البنت دي جايه لي وشايفاني وزي القمر عليها زرقاء شعرها اصفر وبتاع. وبعد كده البنت دي راحت معديه وخرجت من الكادر اللي انا شايفه، وفجاه راح داخل شريف عرفه المخرج، راح داخل كده اهو وباصص ناحيتي وجاي ناحيتي، وانا ابتديت اللي هو ايه؟ انت اللي هتغني يا ده بجد بجد بس تمام. وفجاه داخل كده اهو وانا اعرف شريف عرفه كويس، هو يعني انا اشتغلت معاه قبل كده فيلم الناظر في اعلانات كتير، وهو كان اول واحد او تاني واحد خلينا بس تمام. فداخل عليا كده اهو وفتح الباب، فانا اوتوماتيك قمت قايم على الترابيزه وعايز بقى اسلم عليه، يعني انا اعرفه كويس يعني، فلقيته بص لي كده وراح قال مساء الخير وراح معدينا ومكان فاضي وراح طالع الدور اللي فوق. فانا رجعنا ارجع تاني. كان في في الكافيه كان في ترابيزتين كده فاضيين، وكان في ترابيزه جوه وترابيزه انا قاعد جنب الباب بالظبط. كان في بنت سمراء عامله قطتين كده، شابه صغيره وحاطه هيدفون في ودنها موصلاه باللابتوب وقاعده بتشتغل معرفش بتعمل ايه. فانا بصيت عليها لقيتها اصلا مش مركزه معايا ولا بصه ولا اي حاجه. قلت الحمد لله محدش خد باله وقمت قاعد. وبعد كده ايه قلت هو انا فاضي ليه؟ انا هو اللي هو اللي هيخليني امثل، وانا اشتغلت معاه كتير وكان هينتج لي برنامج قبل، يعني هو ليه فاضي؟ هو نسيني ولا انا شكلي اتغير ولا انا مش عارف؟ فالمهم قلت خلاص بقى يعني فاكس، فابتديت ارجع اشتغل تاني. فانا قاعد سمعت صوت رجلين نازله على السلم، فببص ورايا لقيت استاذ شريف نازل ماسك في ايديه كوبايه قهوه، معرفش نسكافيه ولا ايا كان، ماسك كوبايه في ايده الشمال ونازل على السلالم وراح جاي عندي وقال لي سعداني ازيك عامل ايه؟ معلش انا اسف والله ما خدتش بالي، كنت مستعجل جدا عشان لازم امشي عندي ميعاد، انا اسف مبسوط شفتك حبيبي، مبسوط يا حبيبي بطريقته دي، طريقه الكلام حد اتكلم معاه بكذا حبيبي عامل ايه؟ اهو بطريقته كده. وراح مشي وانا قلت له استاذ انا ولا يهمك يا استاذ مش عارف ايه، وقمت قاعد مكاني وكملت المشهد. اسالكوا سؤال، تفاصيل احكي لكم، اسالكم بقى سؤال، تفتكروا يا رانيا او تفتكروا يا جماعه القصتين اللي انا حكيتهم دول ايه فيهم حقيقه وايه فيهم مش حقيقه؟ ياسمين دي قصه فيه ايه؟ اوكي ها قابلت استاذ شريف يعني انا حكيت قصتين، ايه قصه فيهم حقيقيه حصلت بجد وقصه من وحي خيالي؟ بص هو انا شفت في البدايه حاجه انا بشوفها في استوريوهات الواتساب اللي هو ايه المطر والازاز والبنت اللي معديه والعشت في الشارع، انا دخلت بموت في حاجات. انا بس سوري اقطع كلامك، انا عايز اقول لك بس على حاجه، انا هسيبك تكمل، ما تبنيش
رؤيتك او اللي انت هتقوله على توقعات او على حاجه ان انت تقدر تحلل شخصيه سعداني اللي ممكن تبقى عامله ازاي. مالكش دعوه بيا، اعتبر ان انت سمعت قصتين من واحد سمع صوته بس، مالكش دعوه بيا كسعداني. ما تتوقعش الحكايه اللي انا حكيتها، انت حسيت الحكايه دي وانا بحكيها صدقتها ولا صدقت دي الحكايه اللي انا حكيتها؟ ما تفكرش فيا. كمل. تمام. حته بقى اللي هو يعني انا قصه حقيقيه وانا قصه مش حقيقيه، مش حقيقيه انا مش عارف افسرها او مش عارف اشوفها. انا شفت قدامي قصه خياليه. لو انت صدقت الاثنين قول. انا هنا ما دخلتش جواك عشان اعرف ان اللي بتقوله ده حقيقه ولا صدق، يمكن في لغز في الموضوع انا مش فاهمه. بس انا شايف ان الموضوع يعني في حد ذاته ممتع. انا مش عارف اتخيل فين الحقيقه وفين فين الكذب. بس ها مين عايز يقول ايه تاني؟ انا ما صدقتش الاثنين. حد؟ ها ما صدقت الاثنين. بس هو ليه مقلفه؟ انت بتضللي العداله كده. اسكتي، ده احنا الستات احنا مظلومين في البلد. ايه؟ احنا الستات مظلومين في البلد. مظلومين في صوتك يعني. لا لا بيبقى في ستات جاحده برضه. ما اختلفناش برضه اهو. جرب واحد واحمد اثنين واحمد ثلاثه. احنا بنعصر يا جماعه، خلينا نركز في الشغل. انا ما اعرفش اقول ايه. مين عايز يقول ايه؟ الموقف الثاني. الموقف الثاني صح ولا غلط؟ هو انا ماليش دعوه بصح او غلط. لا يعني انت صدقت اي مشهد اني اللي هو بتاع الكافيه. ده صدقته اكتر من الاقل. قاعد وسرحان في مزيكا شغاله وقاعد بكتب او بخرج ايا كان اللي بكتبه، وفجاه انا قاعد في جو مش الجو مثلا اللي انا متعود على شغب وكده. ببص الاقي بصيت بنت وبتاع فاهم، ببص الاقي ابن خالتي في وشي. ده اللي انا حسيته. تمام. تصدق. حلو. ماشي. ها حد يقول الثاني هو اللي ما يتصدقش اصلا. ركز في الاول اللي كانت عاديه وبعد كده انا اتحط. وازاي اصلا نازل من على السلم ومستعجل وماسك كوبايه وماشي؟ انا عادي. انا بطلع كوستا تيك اواي. كان نازل لوحده ولا ايوه كان لوحده؟ انا لا بطلع لوحده تشيل ونازل على السلم ووقف. انا ماشي لا كوبايه تيك اواي. لا اوكي كوبايه تيك اواي. انا بالنسبه لي الموقف الثاني عشان تفاصيله اكتر بكتير جدا من الاولاني. يعني ما خدش باله الكلام ده كله دوت، وتفصيله الاغنيه اللي انت بتسمعها يعتبر الموضوع مرسوم بشكل مظبوط. فشايف ان التفاصيل ديت فيها واقعيه اكتر من قصه البنت، لان انت شرحت الموضوع بشكل سطحي شويه ما فيهوش تفصيله قوي. اللي هي عشان مش عايز اطوط في اسراري. ماليش دعوه اللي انا شفته. بس عايز تقول ايه؟ والله انا بالنسبه لي القصه الاولى بتاعت البنت شايفها واقعيه. هي مثلا مش شايفه مين اللي جوه، هي ماشيه مثلا ممكن باصه للازاز عادي، تمام، وحضرتك شايفها من جوه. فبالنسبه لي واقعيه اكتر. انما قصه مثلا الاستاذ شريف عرفه، طب هو اصلا من الاول ما خدش باله، ازاي هو نازل اصلا يعني خد باله دلوقتي ازاي سلم؟ جمع الملامح، عادي جدا. على فكره انا بتحصل كتير جدا معايا مع نجوم مع نجم. يعني بجد ابقى والله العظيم اعدي كده وتشوف بالي وبعد كده اعمل تاني. طب هديك مثال. انا لسه من يومين مخرج معروف اسمه حازم فوده، وقفنا انا وهو بالعربيه جنب بعض كده، عملنا كده اهو، وبعد كده قلت انا عامل كده، وبعد كده عملت كده. قلت له حازم، قال لي سعداني. ده طبيعي. ليه بقى؟ هو حلق دقنه وحلق شعره، وانا ربيت دقني وخسيت بشكل يعني عادي. بتحصل عادي جدا. وعلى فكره في فنانين في الحقيقه شكلهم غير يعني شكلهم بالغلط يعني عادي. ممكن تبقى انت ماشي سرحان مش مركز يعني شخصيتك كده، فمش واخد بالك، والناس تفتكر ان انت بتتنك وما بتسلمش عليهم وانت مش واخد بالك بجد. يعني من الاخر كده يا جماعه، الموقف الاولاني بجد ولا الموقف الثاني بجد؟ الاولاني هو اللي بجد. الاثنين مش واخدين قدراتهم. ها؟ الاثنين مصدقين. الاثنين مصدقين؟
مستحيل الاولى. مستحيل الاولى لسبب ليه يعني؟ انت قلت لي البنت طويله جدا، طويله وفرعه وبتاع الهدف من اللخبطه دي النجاح. النجاح هو اللخبطه اللي انتوا فيها دي، ان انت تبقى يقول لك يعني الاختلاف ده هو ده اللي احنا عايزين نوصله، او النجاح اللي احنا عايزين نوصله. ده معناه ايه بقى؟ ان الراوي او ان الحاكي حكى كويس قوي لدرجه ان انت بتلخبط، انت مش عارف اللي انا مصدق الاثنين، بس انت غصب عنك عمال تقول لا بس هو زعلاني، ما ممكن الموقف ده ما يحصلش معاك في الحقيقه، فانت بتشغل دماغك برضه. انما لو انت سمعت للحدوتين، لطريقه سرد او حكي الحدوتين، هتلاقي ان انت متلخبط ومش عارف، مع ان انا الموقفين دول هما الاثنين حصلوا في الحقيقه. ايوه فعلا. فتحت لها يعني انا قلت لها من جوه افتحي البلكونه، انا عامل لك ايه؟ مستحيل افتح لك الباب وانت خايفه كده ومش عارفه تطلعي لي الفار. وبابا كان ساعتها بصراحه يعني ما مرضش يدخل يعني بصراحه، يعني كان فوق الكنبه بالظبط. فتوترت لحد ما خرجته فعلا من البلكونه، والحمد لله وما دخلش البيت ولا اي حاجه. حلو. الحدوته الثانيه ساعتها فرحت جدا وذاكرت كويس جدا. حلو. الحدوته الثانيه مره في الحضانه، وانا كنت بحضر، بحب احضر الحضانه خالص يعني. انت في الحضانه بسم الله ما شاء الله. سيبوها تكمل يا جماعه. مره كنت في الحضانه وما بحبش احضر الحضانه خالص، فكنت بعمل على طول ان انا تعبانه، بطني بتوجعني مش قادره، ماما عايزه ارجع، عايزه مش عارفه ايه. فكذا مره كذا مره، فاختي كانت معايا المره دي وانا كنت عايزه اروح معاها، وهي كان عندها امتحان. ف في الحضانه جنب على طول المدرسه، الاثنين جنب بعض. فقلت لها ايه؟ انا همثل للدادة انها تعبانه جدا ومش قادره، وهي هتخلينا اروح. قالت لي خلاص ماشي اختي، فهدخل معاها المدرسه. فعلا مثلت وقلت لها بطني بتوجعني، انا مش قادره، عايزه ارجع، تعبانه، بترعش، مش قادره. صدقتني فعلا وراحت قالت لي خلاص تمام، انا مديت اقرار ان انت تمشي. ساعتها فعلا مشيت ورحت مع اختي ودخلت المدرسه، وكان عندها امتحان. عملت ايه انا بقى؟ دخلت وعادي جدا، نزلتني تحت الديسك، مش خالص عندنا امتحان، انا ما تقلقيش، كلمتش خالص. شافتني كانت اسمها ميس رشيده، تمام؟ فميس رشيده شافتني قالت لي اطلعي. قلت لها ايوه. قالت لي انت بتقولي ايه؟ انا قلت لها انا مع عمل. قالت لي اه مين؟ قلت لها عملتي ايه؟ عندها امتحان. قلت لها اه. رحت اطلعي بره، قلت لها اقول، طلعت بره وقلت لها، قالت لي بصي دول كلموش، انت لا تقفي عليهم عشان عندي اشراف. قلت لها ما تقلقيش. وقفت فعلا عليهم، واول واحده طلعتها بالغش كانت اختي، وكنت بسيب الباقي غش بس كده. انا شفتك كنت متلخبطه وانت متوتره وانت بتحكي وانا والكلام ده. الثاني المكتب الاول الشهر، نبقى قاعدين مستنيين اخر الشهر ان مكنه الاي تي ام ينزل فيها المرتب وتعد الكاشات بتاعته وتسحبها، وتبقى انت مبسوط وترجع بقى ايه تجري وتخرج مع اصحابك وتزعلها. فنزلت، انا كنت ساكن جنب نادي هليوبلس اللي في مصر الجديده، ونزلت وقلت اروح عند بنك سي اي دي اللي قدام نادي هليوبلس، وعديت الشارع ورحت للبنك ووقفت مع الناس اللي كانت واقفه في الطابور. كان قدامي حوالي ثلاث اربع اشخاص، اثنين رجاله وواحده ست في النص كده كانت واقفه، وثلاثه عمالين يرازوا في بعض. تمام يا فندم حضرتك خلصت؟ لا سني معلش المكنه معلقه. طب يعني حضرتك لو لسه قدامك كتير انا ممكن اسحب بسرعه وادخل حضرتك مكان. فيا جماعه هاتوا الدنيا كلنا هنخلص وهنمشي وبتاع والكلام ده كله. ففضلت واقف مستني، قعدت اعمل حوالي 30 40 تليفون من تليفوني، واكلم صاحبي ده واكلم صاحبي ده واكلم صاحبتي دي، ورازي في ده شويه ورازي في دي شويه، لحد ما جه دوري على المكنه. واول ما دخلت كنت ساحب فلوسي ومتسحب الفلوس، فخدت الفلوس بتاعتي ورق كله جديد وحطه في المحفظه ومبسوط وفرحان. المبلغ كام؟ المبلغ كان حوالي وقتها 5000، وده كان اول مبلغ خدته في حياتي، كان من 5300 جنيه بالظبط. ورجع، فانا كنت واخدها ماشي، انا ساكن بالظبط
في ظهر نادي هليوبوليس. ورايا لابس بدله، مش بدله، بدله يعني بليزر، وعليه بنطلون جينز وشميز ابيض وساعه كده مدوره كبيره، وطالع بيجري ورايا. لو سمحت لو سمحت يا عم، عايز ايه؟ لو سمحت لو سمحت يا عم، انا وانا بعدي نص الشارع لسه ما كملتش لنص الرصيف واكمل النص التاني يا عم انت في ايه؟ فبصيت انت بتنت عليا. اه بنده طب امور ايه اللي في حاجه؟ قال لي انت وانت بتسحب فلوس، مش انت حاجه بتسحب فلوس من شويه؟ فانا قلت بسحب فلوس من شويه، طب بتجربني ولا بتشتغلني؟ انا قلقان منه، شكله ويرد جدا، غريب كده ومش مطمن. فقلت له لا ما كنتش بسحب. قال لي لا حضرتك كنت بتسحب فلوس، والفلوس اللي انت كنت بتسحبها تمام، في فلوس منك وقعت في الارض وانت مش واخد بالك وحطيتهم في المحفظه، وكنت بتجري الشارع وانا قلت اجري وراك الحق. يا عم لا مش فلوس وقعت مني. لا في فلوس وقعت منك انت بالاماره، الورق اللي معاك كله ورق ميات. كنت معايا كنت بلاش كده خلاص خلاص ماشي. كنت بجد احكي بجد المواقف. اتفضل. مواقفين انا بقى شوف بقى انهي الاثنين صح او غلط. لا انا لا 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 التمرين ان انا عايز تقول لي حاجه حصلت بجد تمام، وحاجه حصلت من خيالك يعني مش حقيقيه. ماشي انا هحكي وحبيبي صح او ماشي انا هحكي. واللي انت عايزاه وشوف انت هتقدرينا بكام. كام؟ ماشي. كنت معدية طريق بتاع المصباح ده، كنت معدية طريق بتاع المصباح، والمهم كان في واحد بيعاكس، مش لازم بقى تفاصيل اقولها يعني، كان في واحد بيعاكس بس قال كلمة قبيحة. وانا معديها واتكلمت في التليفون وهو قالها، فاللي انا بصيت له كده ويعني ما ركزتش خلاص بقى ومشيت. فرجع تاني عادها وانا ماشيه وهو لف بقى، يعني هو خلاص انا مشيت وهو لف تاني، هو بكلمي كنتي وهو عامل نفسه بيتكلم في التليفون. فانا بتفكر برضه في الكلام ده احمد مركب قدام بقى خلاص. رحت انا ايه طب اقفلي وهكلمك تاني، يا بنتي انت اقفلي بس هكلمك تاني. خد يلا خد يلا ما رضاش يقف. اسد يلا في ايه؟ المهم رحت انا ايه؟ اقف اقف، المهم بمد انا كمان، انا طويله بقى وبمد. ايوه فلقيته هو جري، هو شاف يعني هو ده بس قال كلمه وحشه جدا، ولما رجع تاني وعدى جنبي قال كلمه اوسع منها. هي كانت عايزه تقولها وقالت اسوء يعني اسوء عدى رامي. ماما ما رضاش يقف، انا فضلت صوت واقول حرامي. شبستيه بقى عليا ولا اه لو غير انك يا جاونا عظيم. اتعمل في عربيه كده ماشي، وراح واحد مسكه ومش عارفه ايه وقعد الطريق. المهم راح ايه راح مسكوه. المهم رحت انا ايه ما قلت ان انا كده وما اضرب بقى فيه واشرب. قويت الولد على القصه دي، انا ما بقاش معاه بس ان هو قال لك كلمه بس. رحت لسه بقى انا وديه بقى الاسم. لا خلاص حرام انا يا بابا كلمه ولا انا كدبت وقلت حرام الغلط بمسكه بس. صعب عليك طبعا. موقف تاني كنا في مصيف. الشتيمه هي التفاصيل، انا ما عندناش التفاصيل. ها يا جماعه كنا في مصيف في السخنه. المهم جوزتي معاها عربيه وكده، وانا بحب اسوق قوي. نوع ايه؟ بس لما قلت لها بلاش ما بعرفش انواع العربيه من بعض بجد والله. تمام. المهم ايه في المشايه بتاعت السخنه دي برضه نفسيها. المهم انا قلت له ايه هم عايزين بقى الكهربات والمطعم وكده ناكل وكده ونازلين بقى بالليل نرجع. كان هي